الجيش دونك اعطيتك عمري بصفه غير مباشره يعني مساهمه في نهضه ثقافيه الوطنيه ما حسبتش اما يمكن 15 مره قدمنا اعمالنا المسرحيه من قفصه للمسرح الجديد الفاميليا للانتاج في افتتاح مهرجان كارتاج او قدمنا كما غدوه في غضون المهرجان وما كناش وحدنا من الفرقه البلديه الفرقه الكاف السويسي الله يشفيه للفرقه قفصه للفرق الجهويه للفرق الاجنبيه بشويه بشويه من الذوق العام يمشي وينهار والاهتمام بالثقافه سواء عند الزين ولا عند اللي يخدموا فينا اليوم اهتمام يكاد يكون معدوم والاعتمادات تكاد تكون معدومه للفعل الثقافي والانتاج الثقافي والبحث الثقافي وبالتالي وعموا كما تعرف التلفزات الفضائيه وعم زعيت ومعيت في الساحه الفنيه راوا من الصالح يتحملوا مسؤوليتهم في الشيء هذا انه المسرح ما يواتيش كارتاج هو مسرح اثري اسمه مسرح سي ان تياتر يعني نو في تياتر هذا هو موجود كان للمسرح بالنسبه للتسونامي وعلاقتها مع التنبؤات بما قد يحدث غدوة أو بعد غدوة راهو يولي من قبيل الشعوذة أن نتكلموا على التنبؤات ما نمنش أنا في النبوة نمن بالفعل نمن بالحدث نمن بالتحليل نمن بالراديوسكوبي نمن بالعلم نمن بآليات العلم وقت اللي حسينا بالإحباط العام يمشي ويعبر إحباطنا احنا الخاص وجدلنا بين العام والخاص بعد 20 سنة من حكم مصدر التعزيز قلنا هذه قاعدة نصف القاع وكل حاجة توصل للقاع ما تنجم كان تعاود تطلع إذا ما بلعتش في القاع السيد هذايا وجماعته ما نجموش يواصلوا ما نجموش يزيدوا يبركوا البلاد أكثر من يبركوها هات نحلم كيما شيكسبير لا يقاس على سقوط الطاغيه فكتبنا مسرحيه تقول اللي راهو ربما في الاشهر القادمه ربما في السنين القادمه ماناش في العلم الصحيح وماناش في التنبؤ صادف انك حكينا على فعل الطاغيه او افعال الطاغيه عملية كانت تكون ماتيماتيك معناها حسابية موضوعية راهو باش يتكسر باش يتفرق زادة كيف كيف يعني كي تغزر للأحداث وتفككها بصفة موضوعية ولو المسرح خاصة الفنون والمسرح ماهوش مطالبين بالموضوعية بجدلية الموضوعية والذاتية والحسية الأفكار الشخصية قلنا راو إذا تواصلت الأمور في طريق الانحدار إلى التهلكة راو باش يصير شيء وهذا قلناه من عملنا من اللي بدينا نخمو في السيناريو بتاع التسونامي راو باش يصير شيء كبير زلزال آخر راو باش يفتك الحكم راو باش يحكموا فينا التيوقراطيين باش يعملوا كوديتا وباش ياخذوا مقاليد الحكم بكل قوة وصرامة وعنف وكانت التسونامي اللي بعض الناس اللي شافوها في بدين أو في دوقة قالوا متشائمة طفلة تنتمي إلى عائلة تقدمية ديمقراطية مناضلة في وقت بوغيبا وقت الزين تلبس الحجاب تكتشف دينها المغمور المطموس من طرف ديكتاتورية اللي هجتها واللي حطتها في الحبوسات واللي احنا دفعنا عليها من باب المبدأ وعطيناها الكلمة اللي توا يظلموا علينا قاعدين ويتهزرسوا ويضربوا قلة تحية عمري ما ريتها شفت السياسة وتسييس الدين فين حتى يهز العباد طفلة بنت بوها وامها تكتشف دينها في الغربة طلعت تقرأ اكتشف الدين الحقيقي اللي تولدنا فيه الكل واذا مش انتوما احنا
ثم الإسلام المتطرف، ثم الصوفية، وتروح متحجبة وتخلق بلبلة في عائلتها وفي الوسط الاجتماعي والسياسي وحتى في الوسط السياسي الرسمي. ما عرفوش وين يصنفوها، من المهم أنها كانت كيفك لبست، أما ماهيش عنيفة ماهيش مشاكسة، أما لبست، أما أبوها دخل في القلص وطردها من حظيرته أقسام، طلع من الطرف كما كان يظنها هي من الطرفة وكما من الطرف فيه. هذيك باختصار جزء من الخرافة نتاعنا في 50. اليوم حطينا الأمور في نصابها، الناس كل واقفة، الناس كل الشارع يعج، والمعاهد والكليات والإدارات بالمتحجبات وبالمنقبات. ظاهرة قال لك اجتماعية جديدة، استناوا حتى لين يتعدى وقتها، خاطر شيء ما يدوم إلا وجه ربك. العم هذايا ورث الفكر نتاع أخوه، ولا هو رئيس القبيلة وفرض إسلام سياسي مدني. ترسيلة هي الدافع على الإسلام عكس أنتيغون الرباني، وتدخل في صراع مع عائلتها وتنشق على عائلتها وتنحي خمارها. شاش أكثر منه ده من غير ما تشكك في الإسلام، خاطر احنا المدنيين اللايكيين الحداثيين الديمقراطيين لنفتخر بانتمائنا ليهم، واحنا مستقلين نطالبوا بالرجوع الى الدين الحقيقي. كنت مسلم ولا قبطي ولا ملحد، دين مش مشكله، انا مسلم ثقافيا، وما نجمش نتصور لحظه اللي امي وبابا قاعدين يسلاو في النار، خاطر ما كانوش يطبقوا في اللي تحب تفرضوا علينا النهضه ولا يفرضوا علينا سلفيين وغيره. دونك تمردت وانشقت ورجعت مش لا غومي لي بوندو لا لور، حتى رجعت الساعه في الوقت الحقيقي تقول لهم هذا الاسلام مش اسلام، وفرشتهم على التجاره بالارواح والتجاره بالسلاح، وتعاقبت لها التحديات هذه كلها. في غضون ما صار الاعصار الكبير في فوكوشيما كان تسونامي، فالمقارنه فرضت روحها. التسونامي حاجه ربانيه طبيعيه سميها كيما تحب، اما تاثيرها على الانسان وعلى البيئه وعلى المعمار وعلى الاقتصاد وعلى الثقافه اللي تحب انت رهيب، كاد يكون راديكال تهز كل شيء. حسينا اللي الثورة نتاعنا قابلة للمقارنة بالتسونامي نتاع فوكوشيما، لأنها هزت كل ما هو خاثر ومبلول وشايح واللي تحب أنت، هزته وحطته. سي سا لا ريفوليسيون.